وفي كل جولة مغاربية لدينا دائما قصة تروى. قصتنا اليوم عمرها يقارب الآن 2000 عام، وهي مدينة جميلة، والتي لا تزال مدينة جميلة أو كويكول الواقعة شمال شرقي الجزائر نصيب كبير من اسمها في جمالها، مما جعلها تصنف كواحدة من مواقع التراث العالمية. وبين تاريخها الضارب في القدم وموقعها الاستراتيجي هناك قصة تروى. هنا يمتزج الماضي بالحاضر في لوحة خلابة بارعة الحسن والجمال، لوحة ترسم ملامح مدينة كان لها نصيب من اسمها جميلة، أو كما يطلق عليها أيضاً كويكول. في الجهة الشمالية الشرقية من دولة الجزائر تقع مدينة جميلة الأثرية التي تأسست في نهاية القرن الأول الميلادي. لها موقع استراتيجي مهم، فهي تربط بين مناطق الشمال والجنوب وبين مناطق الشرق والغرب، حيث تقع على سلسلة من التلال الجبلية المحاطة بالوديان. جميلة التي تبدو كمدرج يوناني بأعمدتها الشاهقة بلغت أوج قوتها أيام حكم أسرة الأنطوان، وازدهرت كثيراً في زراعة أشجار الزيتون والحبوب. يغلب على سطح مدينة جميلة الأثرية الطابع الجبلي، حيث تمثل الجبال 50% من مساحتها الإجمالية، أما مناخها فيمتاز بأنه مناخ حار في فصل الصيف وبارد في فصل الشتاء. تتألف المدينة من 3 أقسام، هي المدينة القديمة المعروفة باسم الضواحي الشمالية، والمدينة الجديدة المعروفة باسم المناطق الجنوبية، ومنطقة المسيحية الواقعة في الجهة الجنوبية الشرقية من المدينة. واستحقت جميلة أن تكون على قائمة مواقع التراث العالمية بحسب منظمة اليونسكو التي أعلنتها كذلك في عام 1982 ميلادية.